نظمت فرقة البحث التكويني الجامعي البيئة الرقمية والدراية الإعلامية في الجزائر بقسم الإعلام والاتصال جامعة ورقلة يوم 6 نوفمبر الفارط بقاعة المناقشات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الندوة العلمية الدولية المسومة باستخدام المنصات الاجتماعية في توعية الشباب حول التثقيف الإعلامي والمعلوماتي بحضور الطاقم البيداغوجي والإداري على رأسه عميد الكلية الأستاذ الدكتور ياسين محجر وطلبة وطالبات الكلية حيث شارك في اللقاء أساتذة وباحثون من جامعات وطنية على غرار جامعة قسنطينة وجامعة الجزائر وجامعة ورقلة ومن خارج الوطن الجامعة اللبنانية بلبنان وجامعة دمشق بسوريا عبر تقنية التحاضر عن بعد. التثقيف الإعلامي والمعلوماتي إن هذا الموضوع لما فيه من أهمية وخاصة أين نعيش نحن في عالم أقل ما يقال عليه أننا في قرية واحدة.